السلام عليكم، ازيكم؟ السفر عبر الزمن يعتبر من اكتر الافكار العلمية اللي بتستهوي ناس كتير قوي، وفي نفس الوقت بتغوضهم حاجات كتير قوي لما يجوا يفكروا فيها. النهاردة ان شاء الله انا عاوز اكلمكم عن بحث غريب قوي نزل على الاي او بي ساينس. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان احد علماء الفيزياء لقى طريقة للسفر عبر الزمن من غير مفارقات. كلنا عارفين ان الديناميكيات الكلاسيكية بتقول ان احنا لو عارفين حالة نظام في وقت معين فساعتها ممكن نعرف تاريخ النظام كله، وفي نفس الوقت بتتنبأ النسبية العامة ان في حلقات زمنية ممكن تخلينا نشوف الحدث في الماضي والمستقبل. وبالفعل كل الحسابات بتقول ان نسيج الزمكان ممكن يتكيف مع نفسه بحيث ان هو يتجنب اي مفارقات. خلينا اديلك مثال صغير. لو انت مسافر لسنة 2019 عشان تمنع مرض كورونا من الانتشار، لو المهمة بالفعل نجحت فمش هيكون معاك مرض ترجع بيه. ومن هنا بيقترح طالب الفيزياء جيرمان توبر من جامعة كوينزلاند الاسترالية، وبيقول ان المرض هيفضل يهرب بطرق مختلفة بحيث ان ما يبقاش فيه مفارقة، وايا كان اللي هيعمله المسافر عبر الزمن فالمرض مش هيتوقف. لازم تعرفوا ان البحث ده بيركز على تأثير العمليات الحتمية على عدد عشوائي من المناطق في استمرارية الزمكان، وبيوضح ازاي ممكن للمنحنيات المغلقة اللي شبه الزمن انها تتناسب مع قواعد الارادة الحرة والفيزياء الكلاسيكية. وبيقول عالم الفيزياء فابيو كوستا ان الرياضيات صحيحة 100%، لكن النتائج جاية من افلام الخيال العلمي. البحث اشتغل هنا على تبسيط المشكلة بفرضية تانية، وهي ان السفر عبر الزمن ممكن لكن المسافرين نفسهم مقيدين باللي بيعملوه. بمعنى ادق، النموذج ده بيدي الحرية للمسافرين عبر الزمن ان هم يعملوا اللي هم عايزينه بس من غير اي مفارقات. في النهاية لازم تعرفوا ان الارقام ممكن تكون صح، لكن تاني نسيج الزمكان ده لسه قدامه وقت شوية. وبيقول كوستا ان وفقا للنموذج ده مهما عملت علشان تعمل اي مفارقة فالاحداث هتعدل نفسها بحيث ان هي تتجنبها. تاني بحث معانا عن اكتر حاجة شغل العالم حاليا، وهي الطاقة النظيفة. مؤخرا مفاعل الاندماج الفرنسي ويست عمل رقم قياسي خلانا على بعد خطوة واحدة من الطاقة النظيفة والمستدامة غير المحدودة، والكلام ده على فكرة بعد أسابيع من اللي عمله مفاعل الاندماج الكوري اللي قدر يحافظ على درجة حرارة البلازما عند درجة حرارة 100 مليون درجة مئوية لمدة 50 ثانية بالكامل، وده خلى مفاعل الاندماج الكوري يقرب قوي من مفاعل توكمك للأبحاث المتقدمة فائق التوصيل. بس لازم تعرفوا إن عند 100 مليون درجة مئوية بتضطر نظائر الهيدروجين الثقيلة اللي موجودة إنها تندمج مع بعض، ده بيؤدي لإطلاق الطاقة بنفس الطريقة اللي بتحصل في قلب الشمس بالظبط. لكن لازم تعرفوا إن التحدي هنا بيتمثل في احتواء حلقة البلازما باستخدام المجالات المغناطيسية وعن طريق اختبار المكونات الجديدة في المفاعل الكوري، فده هيمهد طريق كويس جدا للمفاعل التجريبي النووي الحراري الدولي، واللي ان شاء الله هيكون اكبر مفاعل اندماج في العالم. على فكرة المفاعل الكوري ده مصنوع من التنجستين اللي بيتمتع بنقطة انصهار عالية قوي، بس ما بيمتصش وقود البلازما ولا بيتفاعل معاه. خد بالك انا بمهد لك للبحث الجديد. بيقول العالم سيو مدير مركز الابحاث في المفاعل الكوري ان على الرغم من ان دي اول تجربة تتعمل في بيئة محولات التنجستين الجديدة، الا انهم قدروا يختبروا كل الاجهزة والاعدادات في فترة قصيرة جدا، وده اللي خلاهم يحققوا رقم القياس الجديد. بس كانوا لازم يثبتوا اداء المحول عند درجة حرارة تقريبا بتساوي 7 اضعاف حرارة الشمس. وعلى فكرة الموضوع ده ما كانش مؤكد خالص. توقع الباحثين ان الاداء بتاعه هيكون عامل زي المحول اللي بيعتمد على الكربون، وكان في احتمال كبير قوي ان التنجستين يتحطم والاعداد الجديد يفشل في توليد البلازما. في بداية التجربة درجة حرارة الجدار الداخلي ما ارتفعتش بشكل كويس، وده لان الموضوع كان مختلف شوية بالنسبة للباحثين، لكن الحمد لله قدروا يتكيفوا بسرعة مع ظروف التشغيل الجديدة وعرفوا يظبطوا البلازما